مدينة الشمس، بيت الآلهة، دراج بعلبك لقرنة السودة الشاهقة. يرشح حزب القوات اللبنانية الشاب المثقف العصامي المؤمن بقضية الأرض والوطن، المتسلح بعنفوان الوعر ابن دير الأحمر أنطوان الحبشي عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة بعلبك الهرمل. مساء الخير، مساء الخير. إنساننا بمنطقة بعلبك الهرمل قلبه طيب كريم مثل السهل، صلب مثل السنديان. إنساننا صبور مثل المزارع، صار له 26 سنة ناطر بصمت، ناطر يتغير واقعه، ناطر العدل والعدالة وعم يقطف التمييز والمحسوبية، ناطر إنه يتحسن وضعه الاقتصادي الاجتماعي، وبيتفاجأ بالمسؤول يلي كان حده قاعد بقصر وكل أهل ضيعته قاعدين بالفقر والحرمان. 26 سنة ناطر بصمت، وستة وعشرين سنة كملت لأنه صوتك ما كان له قيمة. اليوم صار بده، صار بده ثورة، صار بده صوتك، لأنه صوتك صار قدرة وصار له قيمة. أنا صوتك، لأنه الأم بدها ابنها يعيش، لأنه المزارع بده يصرف إنتاجه، لأنه التنمية لازم تطال كل الناس ومش المسؤولين وبس. نحن صوتك، لأنه الكرامة منا بس بالقضايا الكبيرة، هي كمان بلقمة عيشك وبأن بحقك إنك تفرح. نحن صوتك، نطرنا بصمت وصار بده، صار بده صوتك يكسر صمتك، لأنه صوتك القيمة، الكرامة، القوة، القوات اللبنانية، صوتك.